اهلا وسهلا بيكم في موقع سوبر ماما وحلقه جديده من برنامج فاشن. في حلقه النهارده هنقول لكم ازاي تظهروا اطول من غير ما تحتاجوا تلبسوا كعب. كتير مننا مش عاجبه الطول بتاعه وشايف ان الحل الوحيد للموضوع ده ان هم يلبسوا جزمه بكعب ويتحملوا التعب بتاعها. النهارده هنقول لك على مجموعه من النصايح لو اتبعتيهم هتظهري اطول من غير ما تحتاجي تلبسي كعب. اول حاجه هنعملها اننا هنتجنب نلبس اي فستان، جيبه او بنطلون طولهم بينتهي عند نص الرجل زي مثلا البرمودا عشان الطول ده بيأثرك جدا. كمان هنتجنب نلبس اي حاجه مقلمه بالعرض علشان المقلم بالعرض اصلا معمول عشان يبينك اعرض واقصر. ثالث حاجه هنتجنب نعملها ان احنا نلبس اكسسوارات كبيره زي الاحزمه العريضه زي السلاسل الكبيره وزي الشنط الكبيره. كل الحاجات دي بتاكل من حجم جسمك وبتبينك اقصر. كمان الشعر الطويل للاسف بيبينك اقصر، فلو انت مش محجبه جربي ان انت تعملي شعرك تسريحه بحيث يبان اقصر او ان انت تلميه. اخر حاجه من الحاجات اللي المفروض نتجنب نعملها عشان ما نبانش اقصر ان احنا نختار اللبس مقاسنا بالظبط، لا اكبر ولا اصغر، عشان اللبس الكبير قوي والصغير قوي هيبان ان اقصر للاسف. دلوقتي هنتكلم عن الحاجات اللي المفروض نعملها علشان نبان اطول. اول حاجه جربي انك تلبسي فساتين وجيبات ماكسي. الماكسي اصلا متصمم علشان يظهرك اطول. جربي كمان ان انت تختاري البنطلونات بتاعتك بحيث تكون طويله شويه ونازله على واسع، والبسي تحتها جزمه يكون كعبها مريح ليكي وعالي شويه. البنطلون الواسع الطويل هيداري الكعب خالص وهيحسسك ان انت طويله وفي نفس الوقت اكنك لابسه فلات. حاولي انك تلبسي طقم كامل بلون واحد. لو لبستي الوان كتيره في نفس الطقم ممكن تقسم جسمك بشكل مش طبيعي وتبينك اقصر. وزي ما قلنا قبل كده ان الشعر الطويل بيبينك للاسف اقصر، وعشان كده جربي انك تعملي شعرك كحكه كبيره فوق الراس او انك ترفعي شعرك ده الحصان عالي. جزمتي كمان ليها عامل كبير، جربي انك تختاري جزمه يكون بوزها رفيع ووشها صغير، ده هيدي رجلك طول وبالتالي هيحسسك ان انت اطول. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتك. لو عندك اي اسئله او مقترحات سيبها لي تحت في الكومنتس ان شاء الله هرد عليها. اشوفك الحلقه الجايه.